السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة تفوق بامتياز. في هذا الفيديو جيت نجاوب على الأسئلة ديالكم اللي كتصيفطوا ليا بزاف، وأهم هذه الأسئلة هذه هما واش بصح غيحيدوا لينا الدروس ديال الدورة الثانية كاملين، والسؤال الثاني هو واش بصح هذه السنة هذه غتكون الإمكانية ديال أننا نشتغلوا على رواية واحدة، يعني واش هذه السنة غادي يمكن لكم تعزلوا الرواية اللي غادي تشتغلوا عليها، يا إما تخدموا تعزلوا الامتحان ديال لابواطا ميرفي، يا إما تعزلوا أنكم تخدموا على أونتيغون، يا إما تعزلوا انكم تخدموا على لو ديغني جور دان كونداني، يعني في السنه اللي الفارطه. هادشي هذا اللي وقع، يعني كل واحد كيعزل الغمون اللي مبريباري ليها مزيان، يعني ما عندكش الامكانيه انك تخدم جوج ديال لي زور. حنا غادي نشوفوا في هاد لا فيديو الاجوبه ديال هاد جوج ديال الاسئله ديالكم. بالنسبة للجزء الأول اللي فيه السؤال واش بصح غادي يحيدوا لنا الدروس ديال الدورة الثانية، ديجا شفنا داك البلاغ اللي صدرته وزارة التربية الوطنية واللي شارت فيه أنها غادي كاين احتمالية ديال أنهم ينقصوا الدروس، ما غاديش يمكن لهم يحذفوا جميع الدروس ديال الدورة الثانية. هما عارفين أنكم دابا نتوما كاين تفاوت ما بين جميع الجهات ديال المغرب، كاين اللي دار واحد الدروس، كاين اللي ما داروهاش نظرا لهاد الإضرابات المتكررة اللي باقي لحد الآن كيخوضوها الأساتذة المتعاقدين. دونك حنا ما كاينش هاد الامكانيه ديال انهم يحيدوا لكم الدروس ديال الدوره الثانيه كاملين. الدروس ديال الدوره الاولى 100% كاينين لا نقاش فيهم، والدروس ديال الدوره الثانيه البدايه حاولوا تعاودوا تراجعوا البدايه بما اصدروا لنا الاطار المرجعي في البدايه تاع شهر 5. ديك الساعه غادي نتاكدوا من واش الدروس الاخرين كاينين ولا لا، يعني حاولوا انكم تراجعوا الدروس ديال الدوره الاولى في هاد المده هذه باش انكم تخفوا عليكم شويه الضغط، حيت الدروس تاع الدوره الاولى ما غاديش يكون فيها تغيير نهائيا. بالنسبه للسؤال الثاني ديال الامكانيه ديالكم انكم تعزلوا الروايه اللي بغيتوا ولا اللي مبريباري ليها مزيان نهار الامتحان الجوي، يعني حتى مبريباري اونتيغون غتهز الامتحان ديال اونتيغون، مبريباري لو ديرني جور غتاخذ الامتحان ديال لو ديرني جور، مبريباري لا بواط غتاخذ الامتحان ديال لا بواط. هذا الاحتمال هذا يعني ماشي غنقول لكم 80% ما كاينش، علاش؟ حيت هما كيعتبروا ان هاد السنه هذه هي سنه عاديه، يعني لا بواط ميغفي جميع الجهات ديال المغرب داروا حيت كلشي كيبدا بها البروغرام ديال الفرنسيه هاد السنه. كاين تفاوتات ما بين اونتيغون ولو ديغني جور، كاين بعض الاساتذه كيحترموا داك الترتيب اللي كتعطي الوزاره وكيديروا اونتيغون ابخي لو ديغني جور، وكاين اللي كيسبق لو ديغني جور حيت صعيبه على اونتيغون، يعني كتبغي الخدمه بزاف كيسبقوها وكيخليو اونتيغون هي السهله حتى الاخر، حيت في الاخر نتوما كتعياو وحتى الاستاذ تا هو كيعياو وكيوليو بزاف ديال الضغوطات عليكم ما كتشدوش مزيان. اونتيغون يعني تقدروا تشدوها في الاخر، داكشي علاش شي اساتذه كيخليوها حتى الاخير. دونك النصيحه اللي غادي نعطيكم انكم تضبطوا لابواطا ميرفي دابا. لابواطا ميرفي كاينه في البروغرام ديال جميع الجهات، كلشي خادمها، والرابور اللي صيفطوا الاساتذه ديال الفرنسيه للوزاره كيقولوا ان لابواطا ميرفي يعني كلشي خدمها، يعني هذه الروايه هذه كلشي خادمها جميع الجهات، ما كاينش تفاوتات فيها. كيبقى الاختلاف ما بين اونتيغون وما بين لو ديرني جور دان كونداني، يقدروا يانيوليو لينا شي حاجه مثلا شي غومو، يقدروا يقولوا لكم غتخدموا غير على جوج وني احتمال اللي هو ضئيل جدا. هادشي كامل يعني ما غادي نتاكدوا منه حتى يصدر الاطار المرجعي. يعني انا النصيحه اللي نعطيكم تركزوا على لابواطا ميرفي والدروس تاع الدوره الاولى كامل طحنوها. نهار غادي يصدروا لنا الاطار المرجعي يعني في الاول ديال شهر 5 غادي نتاكدوا وغادي نعرفوا اشنو غادي يكون في الفرنسي. يعني ملي غنهضروا على الفرنسيه راه ما غاديش نقصوا لكم دروس بزاف، يعني حاولوا انكم تضبطوا لي فيغور دو ستيل، لي شون ليكسيكو، التوناليتي، دوك الدروس اللي ديجا يعني هما الاساس في الفرنسي ما يمكنش يحيدوهم ليكم. ديسكور ديريكت وان ديريكت خليوه حتى يعني حتى الاخر شويه، حيت فيه بزاف ديال القواعد كيحتاج انكم يعني تخدموا وتعاودوا تخدموا باش ما تنساوش قواعد وتعاودوا ديروا الخدمه بزاف ديال المرات، خليوه حتى الاخر وسبقوا الدروس الاخرين. ديسكور ديريكت وان ديريكت كيتحط بزاف مع لابواطا ميرفي وما كيكونش دائما في الجهوي، يعني حاولوا تركزوا على لي فيغور دو ستيل، لي في ريشيرشي ديالهم، وعلى لي روجيستر لي تيغير لي شون ليكسيكو. حاولوا كل غومون تعرفوا شنو هما الحقول الدلاليه اللي كيدوروا فيها، شنو هما لي طوناليتي اللي كيكونوا في كل غومون. هادشي هذا خصكم كامل طحنوه وضبطوه باش اون فوا يجي الاطار المرجعي فقط غادي يوجهكم وغتمشيو تشوفوا داك الخصائص اللي باقي ما راجعتوش، حيت ما غاديش يبقى بزاف ديال الوقت من بعد صدور ديال الاطار المرجعي. كنتمنى انني نكون وضحت لكم الصوره شويه وكاع داكشي اللي كيدور
في الفيسبوك ديال غادي تعزلو لو ديرني جور دان كونداني، غادي ديرو غير غوما وحده، هادشي كامل غير هضره خاويه، يعني حتى حاجه ما متيقنين منها. مني غادي يصدر الاطار المرجعي انا معاكم، اون فوا يصدروا غادي نسجل لكم لا فيديو نلوحو في اي وقت، يعني اون فوا غنشوف داك الاطار المرجعي غادي نشرحو لكم دو ا زد، سواء ديال الفرنسيه سواء ديال الناس اللي دايرين اداب الرياضيات، يعني اي حاجه انا كنقدر نهضر فيها غادي نهضر فيها. يعني تسناو ان شاء الله الفيديوهات في البدايه ديال شهر 5. الى اللقاء، الى فيديو مقبل ان شاء الله، والى معلومه جديده. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.